مرحبا، معك الدكتور رائد معلم. راح أتحدث معك عن موضوع مهم جدا في البحث العلمي، كوني أيضا باحث ورئيس قسم أو فرع العلوم الطبيعية والبيئية في كلية أورانيم وأستاذ في ضابط زبولون. البحث راح أتحدث معه له دور وأهمية كبيرة بحياتنا عن المضادات الحيوية أو يعني الأنتيبيوتيكا، ورح نتطرق في موضوع اكتشاف البنسلين. يمكن رح تستعينوا في نهاية الدرس، أعطيكم مهم تستعينوا بالحاسوب أو بالتلفون الجوال بالسمارت فون، يعني مهم جدا يكون معكم قلم وورقة، ومن خلال البحث رح نحاول نتعمق بأبحاث اللي تم إجراءها في العالم من كتاب الباحث الصغير اللي من خلاله ممكن نتعلم بواسطة البحث العلمي. ورح نتحدث عن اكتشاف البنسلين. هذا واحد من الأدوية المهمة جدا اللي تم اكتشافها، وإجا الوقت نعرف تماما كيف هذا الاشي كان. في البداية أعطيكم دقيقتين تحاولوا تحلوا الأحجة هاي. زي ما انتم شايفين قدامكم صحن، والصحن هذا فيه دوائر صغيرة ملونة. يا ترى شو بتتوقع في داخل الصحن هاي الدوائر الملونة؟ شو هي تكون؟ من ايش مبنية؟ معانا دقيقتين تفكروا تتطلعوا. واسمها صحن بيتري، بركي بواسطة التلفون الذكي ساعدكو تعرفوا مين اللي عاش بقلب هاي الصحون. معانا دقيقتين، تفضلوا. أنا متأكد إنه قسم منكم استهدأ أو عرف هاي الألوان الرائعة، هي عبارة عن مستوطنات للبكتيريا. ولذلك عمليا في كتير أسئلة بتثير فضولنا نبحث نستكشف. وأنا بعتقد المضادات الحيوية الأنتيبيوتكس هي واحد من المجالات اللي مثيرة جدا. وإحنا كطلاب المدارس لما نكون عند الطبيب بيعطينا أنتيبيوتيكا الموكسوبين الأوجمنتين، إجا الوقت نفهم ايش هذا البنسلين ويا ترى ايش اللي صار. المجال اللي بيرتبط في الانتيبيوتكس في كل المضادات الحيويه هو مجال بيرتبط في الكائنات الحيه الدقيقه اللي بسموه مايكروبيولوجي، يعني الميكروبيولوجيا. ميكرو يعني صغير، يعني بيولوجيا الكائنات الدقيقه اللي ما بتبين بالعين، بحاجه للمجهر نشوفها، بحاجه للميكروسكوب. فاحنا بنحكي على الميكروبات، وبالذات الميكروبات الملوثة اللي بتسبب أمراض أو الباتوجينيك، يعني بتعمل أمراض مسببة أمراض. وعمليا البكتيريا كان لا شك إنه واحد من المجالات اللي
أثارت فضول واهتمام العلماء، لأنه سببت كثير أمراض وكثير أشخاص في العالم ماتوا بسبب هذا الإشي. هلأ العالم اللي عمل قفزة نوعية في هذا المجال هو إلكسندر فليمينغ. هذا عالم كان طبيب، وبالحرب العالمية الأولى بالأربعتاش من 1914 للثمانتاش كان طبيب عسكري، وشاف إنه قسم من الجنود نتيجة للحروبات والجروحات كان في تلوث، دم يتلوث، ولما ما كانش في دواء قسم كبير منهم مات. عمليا تلوث الدم كان السبب للموت. هذا الموضوع أثار اهتمامه، ولذلك درس وبحث مين المسبب للتلوثات. وإحنا اليوم بنعرف إنه البكتيريا هاي عمليا أو الجراثيم هي المسبب الرئيسي للتلوث. حتى لما أنا بنجرح أو أنتوا بتنجرحوا بالهواء في كتير بكتيريا، أو المادة اللي جرحتني ممكن يكون عليها بكتيريا. وبشكل عام العلماء بقسموا أشكال البكتيريا لثلاثة، إما على شكل كروات يعني كوكوس بسميها زي ستريبتوكوكوس اللي من جهة الشمال الدوائر، أو على شكل عصي عصيات بسموها بالعبراني كمان ميتاجين، أو سبيرالة لولبيات زي ما انتم شايفين الجزء الثالث. يعني لما أنا باجي بطلع على الميكروسكوب على المستوطنات اللي شفناها في الصحن ممكن نلاقي واحدة من هذول، ممكن الثلاثة. أما هذول الأشكال، فليمينغ حاول يدرس هاي الجراثيم وبالذات ستافيلوكوكوس، هاي اللي عمليا اللي كانت تسبب تلوث بالجروح بالذات في الجلد، ولما كانت تدخل من خلال الدم كانت تسبب أمراض، والأمراض كانت تسبب في نهاية الأمر للاختلال في التوازن البدني في الجسم، فدرجة الحرارة كانت ترتفع والإنسان وضعه الصحي كان يتدهور، وعمليا كان في نهاية الأمر يموت. عمليا اللي عمل فليمينغ أخذ هاي البكتيريا ورباها على صحون، صحونها حط الأكل، الأكل هذا جابه من نوع من الطحالب اللي بتعيش في الماء اسمه أجر أجر، وبنى صحون اللي فيها السائل، سائل انتبع اللي تم تصفيته وتم إنتاجه من الأجر أجر. هاي الصحون سماها صحون بيتري، اليوم مستعملة بكل المستشفيات بكل العالم بكل مراكز الأبحاث. لما أنا بدي ربي بكتيريا بجيب هالصحون فيها السائل اللي على شكل جيلي زي ما أنتم شايفين، اللي فيه غذاء من طحالب الأجر أجر، وعمليا سهل جدا أنه أبني هذا المجمع الوسط الغذائي اللي عليه البكتيريا بتتغذى. طبعا إذا بفتح الصحن هذا بالهواء بكتيريا بدها تقع عليه، وراح أشوف غد مستوطنات، وعمليا المستوطنات هاي بتبدأ تنمو. الآن بدي تعرفوا شو واحد، إنه كل نقطة زي ما أنتم شايفينهم بالصحن من النقطة هاي تنبنى مستوطنة، والمستوطنة أو المستعمرة كلها من خلية. هاي الخلية أو البكتيريا وحيدة الخلية تقريبا كل نص ساعة بتتقاثر، الواحدة بتصير تنتين والتنتين أربعة، فلذلك سهل جدا بناء المستوطنات أو المستعمرات هاي. وبكل مستعمرة اللي بديت حياتها من بكتيريا واحدة في 10^14 بكتيريا، فتخيلوا قد في بكتيريا بالصحن هذا. نفس الشيء موجود بجسمي، أنا بجهاز الهضمي عايش مع كتير بكتيريا، عجلدي في كتير بكتيريا، إذا عمليا البكتيريات موجودة بكل مكان في جسمي. حتى واحد من النقاط تحدثت معاكم عليها على إشي بسموه gut brain axis، علاقة بين الجهاز الهضمي والدماغ، والبكتيريا الموجودة بجسمي بالذات بالجهاز الهضمي بتأثر لي على حياتي. هلأ شو المراقبة والمشاهدة اللي أثارت فضول العالم؟ إنه عمليا اتطلع في قلب الصحن وين كان في عفن، يعني فطر. العفن هذا زي الخبز لما بعفن تماما زي ما انتم شايفين بالصورة هيك شكله، وين كان في عفن يعني فطر عايش البكتيريا ما قدرت تعيش، يعني ما كان في مستعمرات للبكتيريا. وعمليا الظاهر الفطر كان مسبب انه البكتيريا ما تقدرش تنمو، فهذا الامر اثار فضوله، أعطاه يسأل كتير أسئلة، ليش؟ شو السبب؟ شو عمل الفطر هذا؟ شو فيه؟
وليش المستعمرات اختفى. الآن الصحون اللي مكونة من الأجر أجر، صحون البتري، ممكن تتعفن. شلون ممكن تتعفن؟ زي ما قلنا، بكفي أنا أحط قشة من أسناني على الصحن راح ينمو، بكفي بالهواء، في حبيبات غبار، في سناج، في جراثيم كمية كبيرة بالهواء. طبعا كمية الهواء في الحمامات واللي فيها جراثيم أكتر منه في الصالو. طبعا كل البكتيريات اللي بتقع على الصحن تبدأ تنمو، ولذلك الصحون بتتلوث. فعمليا لما البكتيريا بتقع على صحن وفي غذاء، فبتبدأ كل نص ساعة تتكاثر، من الواحدة بتصير ثنتين تماما كيف بيصير بجسمنا، إذا دخلت عن طريق الجلد أو عن طريق التنفس أو عن طريق الغذاء وصلت لدمنا. دمنا كتير أحسن من الأجر أجر أو صحون بيتري، في غذاء، في درجة حرارة، فبتبدأ تتكاثر بكمية كبيرة. فليمينج لما اطلع زي ما انتوا شايفين بالصحن اللي زرع فيه الجراثيم أو البكتيريا، والعفن اللي انتوا شايفينه اللي موجود باللون الأبيض، الظاهر العفن هذا كان المسبب انه قسم كبير من المستعمرات اللي حوالي الجراثيم اختفت. يعني المستعمرات انتبهت الجراثيم البكتيريا اختفت لأنه الفطر كان حادة. فالظاهر انه الفطر هذا بفرز مادة، المادة هاي تمنع انه البكتيريا تتكاثر. هذا الامر اثار كتير كتير اهتمامه، وعمليا هو في البداية الوضع الاسس لهاي الظاهرة. وطبعا في المجال الابحاث والعلوم في تعاون، ففي علماء بتساعد بعض البعض، والباحثين بريطانية اللي اتبعوه كان هوارد فلور، إرسنت خين، هدول العلماء هوارد وإرسنت نجحوا في القرن العشرين بإنتاج هاي المادة الفطر اللي كان يفرزها واللي سموها بنسلين. زي ما تشوفين هاي مادة كيماوية موجودة وبتم إفرازها من قبل الفطر، من قبل العفن، العفن هو نوع من الفطريات. والظاهر انه البنسلين هذا هي مادة اللي بتستطيع انه تبطل وتمنع الجراثيم بالتطور. بس على فكرة العلماء هذولي مش هني اول من اكتشفوا البنسلين. اليونانية والهنود كانوا يستعملوا الفطر اللي موجود في العفن عشان يعالجوا الجروح قبل بآلاف السنين. فعمليا الفطر كان وسيلة علاج، فلذلك كان هذا الاشي كذلك في الماضي. واذا انت بتطلع على الخبزة شايفين الخبزة عليها العفن، فالعفن هذا يعني الفطر بفرز المادة هاي اللي اسمها البنسلين، والبنسلين هذا ممكن جدا يصل للجراثيم ويقوم في عملية قتلها وتدميرها. الاكتشاف تبع العالم اللي انتم شايفينه فيلمينج سبب ثورة في علاج التلوثات، لأنه المشكلة الرئيسية اليوم لما بصير حادث طرق، لما بان جرح، لما بتفوت مواد غذائية على جسمي واللي قسم منها مش صحي، كلها بتسبب أمراض، بتسبب تلوثات، والمسبب لهي التلوثات هي جراثيم، يعني البكتيريا. إذا طبعا علاج والوقاية من البكتيريا أصبح تحدي لكل العلماء. ولذلك فليمينج، الواقع ألكسندر فليمينج اللي عاش من 1881 لل 1955 أعطوه جائزة نوبل. جائزة نوبل تعطى للعلماء اللي بيحدث عندن وبنتشو معرفة معلومة هالقد مهمة جدا، اللي بهذا المجال اكتشاف للبنسلين. شايفين فلوري وتشين كانوا جزء من هذا النجاح، أما فليمينج هو عمليا أول من قاد وأول من نجح في عزل مادة البنسلين. عمليا هو اللي فسر الظاهرة،
هو اللي قال انه الفطر اللي بيعيش حد الجراثيم بيفرز مادة اسمها البنسلين، وهاي البنسلين بتقتل الجراثيم. شو يعني بتقتل الجراثيم؟ يعني هاي المادة تمنع البكتيريا انه تتكاثر. تذكروا خلايا البكتيريا هي جسم مكون من خلية، وتقريبا كل نص ساعة لساعة بتقدر تتضاعف. وجود هاي المادة بمنع البكتيريا تتكاثر، وعشان هيك بعد هذا الاكتشاف والعزل للبنسلين، طبعا اخذ وقت، تم انتاج البنسلين بكمية كبيرة، والبنسلين تحول لمادة رئيسية جدا في التخلص في معالجة التلوثات، واليوم طبعا بيستعينوا فيها كوسيلة للعلاج، كوسيلة لمقاومة الأمراض. ولذلك المجال تبع الميكروبيولوجي اللي فيه الأطباء بيختصوا بهذا المجال، أو الباحثين، أو اللي بيشتغلوا في المختبرات، بياخذوا عينة من الجسم، من الفم، من الدم، وبيزرعوها على صحون بيتري اللي هي وسط غذائي، بتبدأ تنمو هاي البكتيريا أو الجراثيم، وعمليا بيشوفوا كيف ممكن يقضوا عليها. فممكن بحطوا على الأجر أجر زي ما كان ما شفنا في المستعمرات تم قضاء عليها بسبب العفن اللي فطر. طبعا اليوم بيستعملوا كمان مواد تانية، بيحاولوا يفحصوا مواد تانية بتقتل البكتيريا، بس لا شك انه فليمنج اللي عزل المادة هاي اللي سببت لقتل الجراثيم واخذ هاي الجائزة. ولذلك بيسموا هاي المواد اليوم اللي بتقتل البكتيريات مضادات حيوية، يعني عند المقدرة انه تقتل مضاد ضد كائن الحي. الانتيبيوتيكا هسه، بس انا بدي اقول لكم شيء واحد، وهي نقطة مهمة جدا، انه الانتيبيوتيكا اللي بتقتل البكتيريا ممكن يقود انه البكتيريا تبدا تتحمل الانتيبيوتيكا. هاي نقطة كتير كتير حساسة. بدنا نعرف لما البكتيريا بيتم القضاء عليها عمليا بتقدرش تتكاثر. فإذا فات على جسمي بكتيريا وأخذت مضادات الحيوية، فالمضادات الحيوية ده تمشي بقلب الدم، ده تختلط وين البكتيريا، وبدها تقتل البكتيريا تمنع تتكاثر، وبهاي الطريقة بضم المحافظة على جسمي. إذا الأنتيبيوتيكا أو المضادات الحيوية زي البنسلين أصبح جزء مهم جدا جدا في حياتنا وفي عملنا. الآن إذا كنت مرة عند الطبيب، أو كنت مرة عند الطبيب وكان نقول عندنا التهاب بالحلق، مش مرات حلقنا بصير فيه التهاب، بصير رجعنا، بصير صعب جدا أبلع اللعاب، والوجع اللي بصير في اللوزتين كبير، هذا ممكن يكون سببه تلوث بكتيريا. الآن إذا كنت عند طبيب وكان عندي تلوث في الحلق، فممكن الطبيب يعطيني أول شيء موكسوبين، نقول بعد شهرين ثلاثة بعد ما أنا صحيت برجع عند الطبيب مع تلويث تاني بالحلق. طبيب وشي بيسأل أو بيكون كاتب بوراقه شو أخذت أنا أول مرة؟ موكسوبين. طبيب بيعطيناش تاني مرة موكسوبين، بيعطينا مثلا أوغمانتين، يعني بيعطينا مضادات حيوية تاني. والسؤال اللي بينسأل ليش الطبيب حرص وعنده دايما انتباه ووعي انه لازم دائما نغير نوعيه الانتيبيوتيكا. ما بينفع كل السنه اذا انا مرضت مرتين وثلاثه ببكتيريا اخذ نفس الانتيبيوتيكا. وهذا السؤال اللي انا بدي تبحثوه هلا، ليش الطبيب اول زياره لما كان عندي التهاب بالحلق بيعطيني الانتيبيوتيكا اللي هو عمليا الموكسوبين، بينما بالمره الثانيه بيعطيني اجمنتين؟ ده بيستمرش بيعطاني الموكسوبين، ما هو بيقتل البكتيريا. انا فيش عندي شك انه ممكن انتو تصلوا لهذا، بس عشان تصلوا بدنا نطلع بالمجلات العلمية. واحدة من المجلات العلمية طبعا المشهورة جدا هي النيتشر، فمترجم للعربي اسمها عربيك اديشن تبعت النيتشر، فممكن غاد افتش
عن علاج البكتيريا أو المضادات الحيوية، أو موقع المرام للعلوم كمان بكتبوا مقالات كتير وبترجموا وبضيفوا، ولا باحثين عرب من البلاد عن مواضيع كتير. ولا شك أنه حتى في مطاح في عمليا بالحقيبة بعض المعلومات اللي ممكن ألقيها عن المضادات الحيوية، أو بمعهد وايزمان في ديفيدسون، في كمان باللغة العربية غاد بالإضافة للعبرانية عن مقالات كتير. إحنا بدنا نعرف إنه علاج البكتيريا هو حساس. أنا بدي أخضع البكتيريا الملوثة على الجراثيم، بس بنفس الوقت ممكن أعمل إشي تاني فيها. بدي أطلب منكم تفحصوا، ومعاكو عدة دقائق اللي من خلالهن بواسطة هاي المواقع العلمية تعطوا الجواب ليش الطبيب بيغير نوعية الأنتيبيوتيكا كل مرة منزوره.
طبعا قسم منكم يمكن لقى الجواب لهذا المجال، وقسم منكم أكيد سمع عن أشخاص وصلوا المستشفى كانوا سلماء ولكن حدث تدهور في صحتهم غاد بسبب التلويث. الظاهر البكتيريا لما نعطيها الأنتيبيوتكس إن كان بنسلين أو موكسوبين بيحدث فيها طفرات تغيرات، وهي التغيرات بيعطيها صفات أقوى تتحمل أكثر المضادات الحيوية، فبتصير عنيفة وألأم وممكن تسبب لا تدهور في الوضع الصحي. فعمليا زي ما انتم شايفين مهم جدا انه نحافظ على هذا الموضوع، ويمكن المقالات العلمية طلعتوا عليها ساعدتكم تفهموا أكثر وأكثر. كل ما بنحكي عن المضادات الحيوية نعرف انه المضادات الحيوية هاي بتأثر، ولكن في نهاية الأمر أكثر من اللازم من نفس النوع ممكن يكون خطر على حياة الإنسان، ولذلك تنوع المضادات الحيوية مهم جدا. شكرا كثير لكم على هذا اللقاء.